داعش وحزب الله والنظام ثلاث وجوه لعملة واحدة. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من المستقبل. وفي العناوين: كتلة المستقبل تطالب إيران برفع يدها عن لبنان وعدم جر حزب الله إلى المزيد من التورط في المستنقع السوري. ريف يدعو لحكومة حيادية تتبنى إعلان بعبدة ووثيقة بكيركي ويرفض موازاته بوزراء الفشل. زعماء العالم يشاركون تونس احتفالها بالمصادقة على الدستور الجديد. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: بعد شركات التكنولوجيا موجة تسريح الموظفين تطال شركات تصنيع السيارات. وفي الرياضة: روسيا تفتتح اليوم أول دورة ألعاب الأولمبية الشتوية. أهلا بكم. غابت الاتصالات والمشاورات أقله العلنية بشأن تشكيل الحكومة العتيدة، لا سيما بعد العراقيل التي اعترضت إصدارها بالأمس، فرحل الموعد الجديد إلى ما بعد عودة رئيس الجمهورية بشار سليمان من زيارته إلى تونس، حيث شارك اليوم في احتفالات إقرار الدستور الجديد هناك. إلى ذلك، أكدت كتلة المستقبل النيابية أن الشعب اللبناني بحاجة إلى حكومة جديدة لمعالجة مشاكله. الكتلة التي نوهت بوثيقة بكيركي الوطنية طالبت إيران برفع يدها عن لبنان وعدم جر حزب الله إلى المزيد من الوقوع في المستنقع السوري. كتلة المستقبل التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وقفت دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء جريمة التفجير الإرهابية في مدينة الهرمل، وعبرت عن استنكارها لجريمة التفجير الإرهابية التي وقعت في منطقة شويفات، معتبرة أن هذه الموجة الإرهابية قد بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة الداهمة التي تستوجب رفع درجة المواجهة مع الإرهاب الذي يستهدف كل لبنان واللبنانيين إلى أعلى المستويات الوطنية. إن الإرادة الوطنية اللبنانية راهنا تعاني من ثغرات متعددة وتعيش مشكلات كبيرة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتتسبب في مفاقمتها وتوسعها بشكل أساسي مشاركة حزب الله في القتال في سوريا. إن كتلة المستقبل تطالب إيران برفع يدها عن لبنان وعدم جر حزب الله إلى المزيد من التورط في المستنقع السوري وفي استباحة دماء السوريين. تنوه الكتلة بالقرار الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تجريم وسجن أي مواطن سعودي يقاتل خارج الأراضي السعودية. إن هذا الأمر الملكي السعودي يظهر دون شك المواقف الحقيقية لبعض الدول في المنطقة تجاه الأزمة السورية، ويكشف حقيقة المتورطين في هذا القتال ونواياهم. الكتلة استنكرت استمرار وتفاقم اعتداءات النظام السوري ضد كرة عكار وبلدة عرسال، لافتة إلى أن الحل الوحيد والواقعي يكمن بانتشار الجيش اللبناني معززا بقوات الطوارئ الدولية على الحدود مع سوريا. إن الكتلة استلفت إلى الوضع المتوتر في بلدة عرسال ومن حولها، ومن خلال استمرار القصف السوري عليها وحصار حزب الله بحواجزه لها، فإنها لا تقبل أن تستمر العلاقة بين عرسال وجوارها على ترديها، وأن تصبح عرسال محاصرة بين القصف السوري والحواجز الحزبية. الكتلة نوهت بالوثيقة الوطنية التي أعلنت من بكركي، لافتة إلى أنها تزيد من مناعة لبنان. وفي الموضوع الحكومي، اعتبرت أن الشعب اللبناني يريد حكومة جديدة من أجل الانصراف إلى معالجة المشكلات التي يواجهها. كما استنكرت الكتلة استمرار تحليق الطيران المشبوه فوق منطقة معراب لما تشكله من استفزاز ومحاولات ترهيب مرفوضة. وختمت الكتلة بالتنويه بأعمال المحكمة الخاصة بلبنان وبالمستوى المهني الرفيع الذي تدار فيه الأمور، مما يثبت كل يوم صدقية هذه المحكمة وقوة أدلتها وأهميتها للعدالة. دعا اللواء أشرف ريفي إلى تشكيل حكومة حيادية يتبنى بيانها الوزاري إعلان بعبدة ووثيقة بكيركي، وأكد أن حزب الله وحلفائه انقلبوا على التزاماتهم تجاه تشكيل الحكومة
أعرب عن ارتياحه للاستفزاز الذي شعر به فريق الثامن من أذار حول ما تم تداوله من ترشيح لوزارة الداخلية، لأن ذلك دليل على قيامه بواجباته الوطنية. رأى اللواء الشفريفي أنه بات الواجب ملحا بالذهاب فورا إلى تشكيل حكومة حيادية تدير هذه المرحلة الانتقالية وتؤسس لمرحلة إنقاذية، على أن يتبنى بيانها الوزاري إعلان بعبدة والوثيقة التاريخية التي صدرت عن الكنيسة المارونية، وذلك بدل تضييع المزيد من الوقت في تفاوض لن يؤدي في أفضل الأحوال إلا إلى ولادة حكومة عقيمة وإلى المزيد من التعطيل والشلل بعدما انقلب حزب الله وحلفائه على التعهدات التي التزموا بها لتسهيل عملية التشكيل، ضاربا الرقم القياسي في الانقلاب على العهود. وتشهد على ذلك طاولات الحوار واتفاق الدوحة والقتال إلى جانب النظام السوري. وقال ريفي: فيما كنت أتابع باعتزاز سير المحكمة الدولية التي اعتمدت التقرير الذي أعدته عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كأحد الأدلة الأساسية، توارد إلي ما تم تناقله بأن حزب الله وحلفائه وضعوا فيتو حول تولي وزارة الداخلية، فكان تعليقي البديهي هزلت. وأضاف: لا أخفي ارتياحي بالاستفزاز الذي شعر به هذا الفريق بعد تداول ترشيحي لوزارة الداخلية، فهذا الاستفزاز يشعرني أنني أقوم بواجبي تجاه أهلي ووطني في مواجهة هؤلاء الذين امتهنوا ممارسة كل ما يؤدي إلى أضعاف الدولة وأفقاد اللبنانيين الأمل بغد أفضل. ولكن ما أرفضه قطعا هو أن يقوم هذا الفريق بابتزاز من يسعون إلى تشكيل الحكومة بمعادلة توازي بيني وبين وزارة الفشل والفساد. أكد عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دفريج أن فريق الثامن من أذار يقدم حججا واهية لعرقلة تشكيل الحكومة. ورأى دفريج في اتصال مع برنامج كلام بيروت أن عرقلة الحكومة جاءت بعدما سحبت دعوة إيران إلى مؤتمر جنيف 2. لا قصة حقيبة دفاع وداخلية ولا قصة شيء، قصة قرار إقليمي. نحن بنعتبر أنه كان في فرصة وقت اللي قبل انعقاد مؤتمر جنيف 2، وقت اللي كانت الاجواء شوي تفاؤليه، اجت هالفرصه بالمبادره بثلاث ثمانات والمداوره اللي طلعت من عند دوله الرئيس نبيه بري ومشي فيها الشيخ سعد الحريري والمستقلين والكتائب ب 14 اذار. فريق 8 اذار كيف دغري عم بيتعلق ب بي 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 اذا بدك بحجج منا هي حجج فعلا، حتى بالجنرال عون حتى يعرقلوا الحكومة. بدي أسألك سؤال، ليش ما سألوا على جنرال عون وقت اللي تم التمديد للمجلس النواب؟ ليش ما سألوا على جنرال عون وقت اللي طلع المرسوم من قبل وزير الدفاع بالتمديد لقائد الجيش؟ نعم، أصبح قصة مصالح. وقت اللي ما بدهم شيء بدهم شيء أوكي بيعملوا، وقت اللي ما بدهم إياه بيطلبوا من جنرال عون أنه يعلي فيهم. لا سمح الله ألف مرة طاقة، بكرة بيخترعوا لك شغلة تانية، إذا أعطيتيهم شغلة تانية حيخترعوا لك شغلة تالتة. القصة معلقة بالوضع الإقليمي، القصة ولا مش بالنصائح اللي عم تجي من برا، بالأوامر اللي عم تجي من برا. والأوامر اليوم ماذا تقضي؟ تقضي الهيئة أنه ما يكون في حكومة. اعتبر الرئيس الجمهورية ميشيل سليمان في كلمة ألقاها خلال مراسم الاحتفال بإقرار الدستور التونسي الجديد، اعتبر أن الدستور هدفه إرسال إشارات طمأنينة من خلال رعايته الدولة للحريات والحقوق. وأشار سليمان إلى أن التجربة اللبنانية تقودنا إلى التنبه لوجوب المحافظة على المحكمة الدستورية، مشددا على أهمية تداول السلطة وهيئاتها الناظمة بعيدا من العرقلة والتعطيل. فتح الدستور أبوابا جديدة تستشرف مستقبل تونس وتحاكيه، فجاء يقول مثلا بوجوب أن تلتزم الدولة دعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. فإن ما نص عليه الدستور الجديد لجهة إنشاء محكمة دستورية فلا تأخذ القوانين بيد ما أعطاه الدستور بيد. والتجربة اللبنانية تقودنا إلى التنبه إلى وجوب المحافظة على هذه المحكمة، فلا يجوز الضغط عليها أو تقييدها أو تسييسها أو تعطيل اجتماعاتها. ديمقراطية الخيارات التي تشبه انتظارات الناس وأمالهم بحاجة إلى قادة ومسؤولين على قدر آمال الناس. ديمقراطيات تأخذ في الاعتبار التنوع والتعددية التي تنمو بسرعة
مع انتشار العولمة الناتجة من التطور العلمي المضطرد. ومثل هذه الديمقراطيات لا يمكن أن تحقق كامل مقاصدها من دون الارتضاء بنتائجها ومفاعيلها، خصوصا على الصعيد تداول الدوري للسلطة، ومن دون احترام قرارات هيئاتها الناظمة، بعيدا من أساليب العرقلة والتعطيل. إذن احتفلت تونس بالمصادقة على دستورها الجديد بحضور حشد من زعماء العالم، فيما أكدت الكلمات على أهمية هذا الإنجاز العظيم الذي جعل من البلاد مثالا يحتذى به في العالم. العالم يحتفل مع تونس بدستورها، هذا هو عنوان الاحتفال الرمزي في مقر المجلس الوطني التأسيسي لمناسبة المصادقة على الدستور الجديد بحضور رؤساء وملوك وأمراء وممثلي وفود دبلوماسية من دول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية. قادة العالم الذين شاركوا في المراسم أجمعوا على الإشادة ببنود الدستور الجديد، ولا سيما الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي رحب بقدرة التونسيين على قلب نظام ديكتاتوري وتنظيم انتخابات حرة. هذا النص يكرم ثورة الشعب التونسي ويمكن أن يكون مثالا ومرجعا لدول عدة. هو ينص على التعددية وفصل السلطات وحرية المعتقدات وكل ما يؤدي للديمقراطية، ويؤكد أن الإسلام يتماشى تماما مع الديمقراطية. بدوره رحب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بالزعماء الذين احتفلوا مع تونس بفرحتها في هذا الإنجاز العظيم. نشكركم لأنكم تشاركوننا انتصارنا الثلاثي، أولا على الدكتاتورية، وثانيا على الإرهاب، وثالثا وهو الأهم انتصارنا على انقساماتنا الداخلية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر شدد على أن تونس أعطت نموذجا يحتذى به في العالم من خلال دستورها الجديد الذي يحفظ الحريات والديمقراطية، معتبرا أن المصادقة عليه دليل على عمق القواسم المشتركة بين التونسيين. أما رئيس الحكومة مهدي جمعة فشدد على وجوب ألا تنسي الفرحة بهذا الإنجاز الرهانات المقبلة، معتبرا أن أقرار الدستور خطوة أولى في طريق الانتقال الديمقراطي. النص الجديد الذي أقره البرلمان الشهر الفائت ووقعه القادة التونسيون بعد مناقشات صعبة استمرت أكثر من سنتين، قيل فيه إنه أول دستور ديمقراطي توافقي في المنطقة العربية، وإنه سيبني دولة مدنية ديمقراطية ويحقق حلم التونسيين لأجيال عدة. بعد أكثر من 600 يوم على محاصرة أحياء حمص، نجحت الأمم المتحدة بالتوصل إلى هدنة بين النظام السوري والمعارضة سمحت بإجلاء الدفعة الأولى من المدنيين المحاصرين في حمص القديمة. من جهة أخرى حذر مجلس الأمن من إبطاء عملية نقل الترسانة الكيميائية، داعيا النظام السوري لاحترام الموعد المحدد له. يبدو أن جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الخميس كان لها وقع على مجريات صباح اليوم الجمعة. يخرج التلفزيون الرسمي السوري بعد أكثر من 600 يوم على حصار حمص ليعلن البدء بإجلاء الدفعة الأولى من المدنيين المحاصرين في المدينة القديمة، ولا سيما حي جورة الشياح، بناء على اتفاق بين النظام والأمم المتحدة، حيث من المقرر خروج 200 شخص بين أطفال ونساء وشيوخ ومصابين من أصل 2500 باتجاه منطقة الميماس شمال حمص سيرا على الأقدام. أما المرحلة التالية من الاتفاق تبقى معلقة على سير الهدنة الإنسانية التي رحبت بها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني وضعوا الطعام والإمدادات الطبية الأساسية وغيرها في ضواحي حمص، وهي على استعداد لإيصالها فورا وفي أقرب وقت حالما تأخذ الضوء الأخضر من قبل الطرفين للممر الآمن. تلك الخطوة التي تأتي بضوء أخضر روسي أشار إليها نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف بالتأكيد على وجود إمكانية لحل القضايا الإنسانية في سوريا باتخاذ خطوات معينة وليس عبر قرارات مسيسة في مجلس الأمن الدولي على حد قوله. لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور شككت في مدى إخلاص نوايا النظام على اعتبار أنه وصف كل من يعيش في أراضي المعارضة بالإرهابيين.
في إطار آخر، عاد الملف الكيميائي السوري إلى الواجهة في مجلس الأمن، حيث عبر عن قلقه من الوتيرة البطيئة التي ينتهجها النظام في نقل ترسانته إلى الساحل لشحنها عبر المتوسط، داعيا إلى احترام الموعد المحدد أي 30 من حزيران لإنهاء العملية. هذا وحذرت مندوبة واشنطن من إبطاء العملية متخوفة من استعمال الكيميائي من قبل النظام أو وقوعه في أيدي الإرهابيين. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من حمص مراسل شبكة شام وريفيا سامر الحمصي. أهلا بك سيد سامر، هل من معلومات عن عملية إجلاء المحاصرين من حمص؟ السلام عليكم. طبعا البارحة تم اتفاق على اتفاق هدنه يستمر لمده 4 ايام يتم من خلالها اجلاء المدنيين خارج مدينه حمص. طبعا من نص عليه هذا الاتفاق هم النساء والاطفال، الاطفال تحت سن ال 15 عام، وايضا المسنين فوق ال 55 من العمر بشرط اثبات الهويه. طبعا اليوم بدات باخراج الدفعه الاولى، ما تم اخراجهم حتى اللحظه هم 35 شخص من بينهم طفلة وستة نساء، والأعداد الباقي هم من كبار السن. طبعا خرجوا سيرا عن الإقدام باتجاه منطقة الميمات كما ذكر، بعد طبعا تعرضت هذه الدفعة لإطلاق نار عند نقطة المسابق ومطرح سقلها، أصيب رجل مسن واحد على الأقل بإصابة في البطن. ما أن أخرجهم تم تجميعهم في مطعم يدعى مطعم اللازينة في منطقة الميمات، حتى اللحظة هم موجودين في تلك النقطة، لا نعلم جهة النقل إلى أين سيتم نقلهم بالتحديد، ولكن الهدف هو حي الوعر. طبعا هناك إشراف من قبل بعثة الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر. طبعا إطلاق النار هذا يعتبر انتهاك لعملية الهدنة المتفق عليها لمحاولة إخراج اللاجئين. طبعا تستمر الهدنة لمدة 4 أيام كما ذكرت، سيتم فيها إخراج المدنيين على دفعات. الدفعة الأولى هي 35 شخص، هناك يجب أن تستمر ليصل العدد لما يقارب 300 شخص في الحد الأدنى. طبعا ننتظر ما سيحدث خلال الساعات القادمة. طبعا الأخبار تصل تباعا أن هناك حافلات موجودة مجهزة لنقل المدنيين باتجاه حي الوعر، ولكن كما ذكرت لا يوجد هدف معين، لا يوجد منطقة مسمى بالتحديد أنه سيتم نقلهم إلى مركز إيواء محدد أو سيتم نقلهم إلى مدرسة معينة. كل ما نعلمه أنه سيتم إخراجهم من حمص القديمة باتجاه حي الوعر. المرحلة طبعا العدد الإجمالي داخل حمص المحاصرة هو ما يقارب 4000 شخص، سيتم إخراج منهم ما يقارب 3000، أي أنه هناك نحو 300 شخص سيتم إخراج 300 شخص، أي سيتبقى داخل الحصار 3700 شخص. طبعا أيضا يمس الاتفاق على إدخال بعض المواد الإغاثية والإنسانية إلى داخل الحصار، كأحد بنود الاتفاق المعلن والذي تم عقده البارحة ما بين الأطراف المتقاتلين إذا صحت التسمية، بين الجيش الحر الموجود في المناطق المحاصرة وبين قوات النظام المحاصرة لهذه المنطقة. شكرا لك سامر الحمصي، كنت معنا مباشرة من حمص. أعلن ناشطون سوريون مقتل أكثر من 20 شخصا اليوم بنيران كتائب الأسد التي تدك حمص بمختلف أنواع الأسلحة، فيما لا تزال المعارك مستعرة في محيط سجن حلب المركزي الذي سيطرت فصائل المعارضة على غالبية أجزائه. قصف عنيف على أحياء دار الكبيرة. بارقة الأمل التي لاحت في حمص جراء الهدنة المؤقتة لأسباب إنسانية لم تمنع كتائب الأسد من قصف الرستن والدار الكبيرة بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهون. وعلى وقع الاستهداف العشوائي على أحياء دير الزور المحررة، هاجم مسلحو داعش مقرات لجبهة النصرة في الحسكة. وبعدما تمت السيطرة الكاملة على حاجز الغربال بريف حماه الشمالي من قبل الجيش الحر، دكت كتائب الأسد الأحياء بعشرات الصواريخ، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى معظمهم في مدينة كفرزيتا. إلى حلب، شهد محيط سجن حلب المركزي معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وكتائب الأسد التي شنت قصفا مدفعيا وجويا على المنطقة بعد سيطرة الثوار على أجزاء واسعة من السجن. وفيما تعرض ريف اللاذقية لاستهداف عشوائي، هاجم الثوار مقرات للشبيحة في الفوعة. إلى الجنوب، حقق الثوار أيضا تقدما ملحوظا على الجبهات وحرروا مناطق جديدة، فيما أغار الطيران الأسدي على أحياء الشيخ مسكين وطريق السد وإنخل وبسر الشام وصيدة في درعا وريفها.
وبالتزامن مع الوضعين الأمني والإنساني، لبى السوريون دعوة المعارضة للمشاركة في التظاهرات الإسبوعية والتي حملت شعارا هذه الجمعة: أطفالنا يقتلون بالبراميل والمفخخات. أكد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد أن وفد النظام سيشارك في الجولة الثانية من محادثات جنيف 2 التي تستأنف يوم الاثنين المقبل. وقال المقداد إن الوفد سيشدد على ضرورة مناقشة بيان جنيف 1 بندا بندا، معتبرا أن إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا تحتم البحث في وضع حد للإرهاب والعنف وضرورة اتفاق الجانبين السوريين على ذلك. في النشرة بعد الفاصل: المحكمة الدولية تستجوب خبيرا دوليا بالإرهاب. أهلا بكم من جديد. عثر في صيدا في محيط مسجد الزعتر ظهر اليوم على أصابع بطاريات ملفوفة بلاصق، وبعد الكشف عليها تبين أنها لا تحتوي على أي مواد متفجرة. المحكمة الدولية تستجوب الخبير الدولي في مكافحة الإرهاب مالكوم ويلسون الذي أجرى وفريق من الخبراء تفتيشا في قعر البحر في المنطقة المحيطة بمكان اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. استجوبت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الشاهد مالكوم ويلسون الخبير في مكافحة الإرهاب والضابط في شرطة لندن الذي زار بيروت صيف العام 2005، حيث كانت مهمته إجراء عمليات بحث في المنطقة البحرية المقابلة لساحة الجريمة. وعاون الشاهد يومها خبيران في الغطس من الشرطة البريطانية، فضلا عن فريق من الغطاسين اللبنانيين بقيادة الغطاس سمير يزبك. وقد تم استجواب ويلسون بناء لتقرير وضعه عن عمليات البحث في قعر البحر، وشرح ويلسون كيف انطلقت عمليات البحث في البحر من النقطة الأقرب من مكان الانفجار إلى المنطقة الأبعد منها، حيث كانت أقرب نقطة من البحر تبعد عن مكان الانفجار حوالي 130 مترا، حيث تم رفع قطعة من مركبة تحمل علامة ميتسوبيتشي. وعاين ويلسون القطعة أمام الادعاء قائلا إنه لم يستطع التأكد ما إذا كانت القطعة التي عاينها تحمل شعار الميتسوبيتشي. وعرضت القطعة على هيئة المحكمة للتأكد من أنها تحمل هذه العلامة، لكن ويلسون أكد أن شعار السيارة كان ظاهرا على القطعة عندما انتشلت. لابد أنه كان هناك شيء على هذه القطعة يوما انتشلناها من البحر أشار إلى ذلك الشعار، فإن لا يمكننا أن نخمن ذلك الآن عندما ننظر إلى هذه القطعة، فأنا لم أراها منذ ذلك اليوم، فأنا لا أذكر إن كان الشعار مطبوعا على القطعة أم أنه كان ملتصقا بها، ولكن لا يمكنني قول ذلك في هذه اللحظة، ولكن أشك أنه سيختفي حتى مع تصدق القطعة. وذكر ويلسون أن عمليات البحث في قعر البحر تواصلت لمدة أيام، وتم العثور على عدد من القطع المعدنية ومنها أجزاء لمركبة. وواصلت المحكمة استجواب الشاهد الذي تحدث بالتفصيل عن عمليات البحث ومنها عمليات انتشال قطع من حوض السباحة في سان جورج. دعا الرئيس فؤاد السنيورة إلى إنزال العقوبات القانونية الصارمة بحق زوج منال عاصي الذي قام بقتلها، معلنا تضامنه مع عائلتها وأولادها. وأضاف الرئيس السنيورة: لقد هزت وقائع الجريمة ضمير كل اللبنانيين، وقبلها ما تم تداوله بشأن جريمة قتل السيدة رولا يعقوب، وهذا ما يدفعنا إلى رفع الصوت وإعلان التنديد والاستنكار والإدانة الشديدة. وطلب الرئيس السنيورة بتنفيذ العقوبات والإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المجرمين من دون أي تردد. اندلع حريق في الطابق الثاني من المبنى حيث أفران الكبوشي في محلة الحمرة في بيروت. وفي التفاصيل أن الحريق شب في مطبخ إحدى الشقق في المبنى المذكور وامتد إلى غرف المنزل حيث أتى على معظم الأثاث. وقد حضرت إلى المكان فرق من عناصر فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني وعملت على إخماد النيران. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل: مواجهات في باحات المسجد الأقصى والاحتلال يقتحم ساحة اعتصام في الأغوار الفلسطينية.
أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان. وقد تابعتم فيها: كتلة المستقبل تطالب إيران برفع يدها عن لبنان وعدم جر حزب الله إلى مزيد من التورط في المستنقع السوري. ريفي يدعو لحكومة حيادية تتبنى إعلان بعبدة ووثيقة كيركي ويرفض موازاته بوزراء الفشل. زعماء العالم يشاركون تونس احتفالها المصادقة على الدستور الجديد. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة الجمعة المسجد الأقصى المبارك حيث بابي المغاربة والسلسلة، وألقت القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية باتجاه المصلين. وحاصرت قوات الاحتلال المصلين في المسجد القبلي وأغلقوا بواباته بالسلاسل والأعمدة الحديدية، ورشت غاز الفلفل الحارق باتجاه الشبان المحاصرين فيه. وفي الأغوار الفلسطينية اقتحمت قوات الاحتلال ساحة اعتصام في قرية عين حجلة واشتبكت مع فلسطينيين كانوا ينفذون اعتصاما ضمن حملة أطلق عليها شعار ملح الأرض. وقد استخدم الجنود الهروات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين مما أسفر عن جرح واعتقال العشرات. انفجرت قنبلتان في تجمع لسيارات الأمن المركزي أعلى كبر الجيزة في العاصمة المصرية القاهرة مما أدى لجرح 6 من رجال الأمن. وكانت قوات الأمن قد عززت من انتشارها في القاهرة والجيزة مواكبة لتظاهرات جديدة دعا إليها التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي تحت شعار الشعب يكمل ثورته. كما يستعد أنصار مرسي للخروج مجددا إلى الشارع بعد 4 أيام لمناسبة الذكرى 3 لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير. أعلن متحدث باسم الجيش الليبي أن مسلحين مجهولين هاجموا مقر قيادة الجيش في طرابلس وحاولوا اقتحامه واشتبكوا مع الجنود هناك. وأكد العقيد علي الشيخي أن مسلحين مجهولين حاولوا دخول مقر قيادة الأركان لكن الحراس صدوهم، مشيرا إلى أن المهاجمين نهبوا سيارات وبعض الأسلحة قبل أن ينسحبوا فيما لم يؤدي الهجوم إلى سقوط ضحايا. يذكر أن التوتر يتصاعد في ليبيا على خلفية دعوات للتظاهر اليوم ضد قرار المؤتمر الوطني العام بتمديد ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي اليوم. قتل شخص إثر تجدد المواجهات المذهبية في ولاية جرداية جنوبية الجزائر ليرتفع إلى 2 عدد قتلى الاشتباكات التي بدأت قبل يومين. وأدت سلسلة الهجمات المتبادلة بين العرب وسكان الأمازيغ الذين يتبعون مذهب الإباضية أدت إلى إعلان حال الطوارئ في الولاية. ويقطن جرداية الواقعة في وسط الصحراء حوالي 350 ألف نسمة ينتمون إلى هاتين الطائفتين وتنشب بينهما نزاعات متكررة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات والأفراد من مختلف بلدان العالم بسبب التهرب من العقوبات الأمريكية ضد إيران وتقديم الدعم لبرنامج إيران النووي ودعم الإرهاب. في المقابل حذرت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، حذرت من أن سعي أمريكا إلى فرض أجواء سلبية على المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ستليه ردة فعل إيرانية، مؤكدة أن السلطات الأمريكية وبدلا من السعي وراء كسب ثقة الرأي العام الإيراني تصر على نظرتها الواقعية والواهمة إزاء إيران. في غضون ذلك يصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران اليوم لإجراء مباحثات مع الجانب الإيراني ستستغرق يوما واحدا أو يومين. في الاقتصاد بعد الفاصل: مواطنو معظم الدول يتلقون اتصالات دولية تهدف للاحتيال المالي. مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى المحكمة الدولية في لاهاي التي تستأنف جلساتها بالاستماع إلى مزيد من الشهود. القاضي ري، نحن جاهزون متى أصبحت مستعدا سيد ميل. السيد ميل،
حضرة القاضي، سوف أطلب من الغرفة أن تعود بالذاكرة إلى البينة P165، وهي من البينات أو الأدلة المادية الأولى التي قدمها السيد ويلسون، وكل واحدة من هذه البينات تم الحفاظ عليها ووضعت في كيس بلاستيكي. أرجو السماح للآنسة دينيس بفتح أحد هذه الأكياس. القاضي ري، أرى أنك أحضرت قفازات أرجوانية زهرية. And Your Honor, could Mr. السيد ميل، حضرة القاضي، هل يمكن عرض هذه القطعة على السيد ويلسون وأطلب منه أن يتقدم إلى الأمام؟ الآنسة دينيس ستساعده بمساعدة عدسة مكبرة ومصباح. القاضي ري، حضرة الشاهد، بإمكانك الاقتراب، وقد حلينا أعتقد مشكلة الميكروفون عندما يكون الشاهد متواجدا في قاعة المحكمة. السيد ميل، لا أعتقد ذلك حضرة القاضي، ولكن ليس هناك ضرورة لأن يبدي أي ملاحظات، إذا ليس علينا أن نقلق بهذا الشأن في هذه المرحلة. Mr. Wilson, are you able to tell us what you could? السيد ميل، السيد ويلسون، هل يمكنك أن تخبرنا بما رأيته؟ السيد ويلسون، في خلف القطعة الكبيرة الموجودة على الطاولة يمكننا أن نشاهد رموز هي عبارة عن أشكال مربعة طويلة الشكل، وهي عبارة عن رمز الميتسوبيشي. السيد ميل، شكرا، و بالتأكيد باستطاعة الآنسة دينيس المساعدة باستخدام العدسة المكبرة. أرادت الغرفة أن تلقي نظرة على الأغراض. القاضي ري يقول باستطاعة القاضي عكوم أن يرتدي القفازات البنفسجية. السيد ميلن، أعتقد أن هذه القفازات مفيدة جدا. القاضي عكوم، أريد بعض التوضيحات. لا أدري تحديدا إذا قال أحدهم إن كانت هناك سيارات ميتسوبيشي أخرى غير السيارة التي استخدمت في الاغتيال بحسب مزاعمكم. هل كانت هناك سيارات ميتسوبيشي أخرى تدمرت بالكامل في موقع الجريمة؟ السيد ميلن، لم نتمكن من تحديد ذلك أو لم نحدد ذلك.
We're just going to try and get a. قادري سوف نحاول أن نلتقط صورة مقربة بمساعدة المساعدين التقنيين ويمكن أن نبث هذه الصورة علناً. ولهدف محضر الجلسة أريد أن أؤكد أن الغرفة تمكنت من رؤية رمز الميتسوبيشي بوضوح مطبوع على خلفية هذه القطعة المعدنية وهي عبارة عن البينة P165 وأفترض أن جهة الدفاع كان لها فرصة لمعاينة هذه القطعة والموافقة على ذلك. السيد ميلن أعتقد أن البعض منهم قام بذلك وأن لم يفعلوا ذلك بإمكانهم الآن. السيد يونغ. نعم حضرة القاضي. خلال الفترة التي رفعت فيها الجلسة تسنت لنا الفرصة لإلقاء نظرة ومعاينة القطعة وأنا شخصيا تمكنت من رؤيتها بواسطة المصباح وليس لدينا أي أسئلة إضافية. القادري هل يمكن التقاط صورة لها قدر الإمكان؟ سيد من ربما باستطاعة الأنسة دينيس أن تشير إلى مكان وجود الرمز وإلا ما تمكننا من رؤيته. القادرة هل يمكن استخدام العدسة المكبرة؟ القادري يمكنني أن أصف على الشكل التالي. الرمز موجود في المربع السفلي من هذه المربعات الثلاثة الموجودة على القطعة. إذن في المربع السفلي هل هذا صحيح؟ نعم يبدو الرمز في هذا المربع. هل من الممكن التقاط صورة للقطعة لاعتمادها كبينة؟ سيد من حضرة القاضي بالتأكيد يكون من المستحسن التقاط صورة للقطعة وبإمكاننا أيضا في أحد المختبرات التقاط صورة أفضل ويمكننا عرض هذه الصورة في وقت ما في المستقبل. القادري لقد التقطنا صورة من على الشاشة لهذه القطعة. سيد من ربما بإمكاننا إعطاء هذه الصورة رقم البينة P165 شريطة 2 لأنها صورة للقطعة نفسها. القادري أعتذر عن ذلك. إذا نعتمد الدليل على أنه البينة P165 شريطة 2 وبإمكانكم التقاط صورة أخرى للقطعة إن أردتم. السيد ميلن قد لا يكون ذلك ممكنا اليوم ولكن في مرحلة ما في المستقبل. السيد ميلن يقول أعتذر من السيد ويلسون إن كنت قاطعته ولكن أعتقد أن القاضي نوزورثي طرحت سؤالا حول بطاقة الائتمان التي وجدت في المكان وقد تمكننا من تتبع هذه البطاقة وكانت إحدى
آلاف البطاقات أو آلاف عفوا البيانات المحتملة التي قمنا بمعاينتها واعتبرناها غير مهمة للقضية، ولكن لدينا صورة لهذه البطاقة وبإمكاننا عرض هذه الصورة على الغرفة إن أردتم ذلك. لقد أضفنا الصورة إلى قائمة العروض وهي الصورة رقم 10. It may help if perhaps if we can. هل بإمكاننا تقريب الصورة على البطاقة؟ As the court will see, there's كما ستلاحظ المحكمة هناك إشارة لأحد المصارف إلى الزاوية، ويبدو أنها بطاقة مكسورة وقد تم العثور عليها على هذا الشكل، ولكن ليست هناك أي معلومات تساعد على التعريف أو تحديد المزيد من التفاصيل حول هذه البطاقة. أنا لا أطلب اعتماد هذا الدليل على أنه بين إلا إذا أصرت المحكمة على ذلك. سيد ويلسون، قبل الاستراحة كنا سنلقي نظرة سريعة على عرض قصير هو على شكل عرض باوربوينت، وهذا العرض هو عبارة عن المستند رقم 5 في سلسلة المستندات. السيد أو القادري، لن نعتمد الدليل أو بطاقة الائتمان على أنها بينة، ونلاحظ أن هذه البطاقة تحمل الرقم CS0010373. هل يكفي ذلك للتعريف عن هذا الدليل؟ سيد ميلن، نعم، يمكن أن نحتفظ بهذا الدليل في نظام Legal Workflow أو يمكن سحبه في وقت لاحق. Mr. Wilson. This سيد ويلسون، هذا العرض هو عبارة عن سلسلة من الصور التي أرفقت بالتقرير وشكلت جزءا من التقرير، وأنا أعرضها لكي تكون الصورة واضحة ومكتملة. الصورة الأولى من الواضح أنها صورة لموقع الجريمة، ويظهر فيها مبنى سان جورج ومبنى البيبلوس إلى يسار الصورة، كما يمكننا رؤية البحر وهو عبارة عن قوس إلى أعلى الصورة. السيد ويلسون، نعم صحيح. القاضي ري، هل يمكن أن نحدد الصفحة أو من التقرير أو رقم هذه الصورة؟ السيد ميلن، نحن نلقي نظرة على الصفحة الأولى ضمن عرض الباوربوينت، وسوف أطلب اعتماد هذا العرض عرض الباوربوينت على أنه البينة P167. القاضي ري، اعتمد الدليل على أنه البينة P167، ولكن هل يمكنك أن تعطينا رقم الدليل بموجب المادة 91؟ سيد ميلن، الرقم بموجب المادة 91 هو 606459. And Mr. Wilson, سيد ويلسون، إلى ناحية اليمين إذا ما نظرنا إلى الصورة نشاهد مثلث أزرق اللون، هل هذه هي المارينا التي كانت تغادر منها القوارب المحملة بالغطاسين ومن ثم تعود إليها؟ سيد ويلسون، نعم هذا صحيح. السيد من ومصدر الصورة معروف يظهر بوضوح أنها صورة جوية التقطت وأخذت من إحدى الصحف في شهر حزيران يونيو من العام 2005. السيد ويلسون، نعم هذا صحيح. السيد ميلن، هل ننتقل إلى الصورة التالية؟ مجددا هذه خريطة تظهر المنطقة التي حصلت فيها عمليات التفتيش. السيد ويلسون، نعم لقد زودت هذه الخريطة. السيد ميلن،
هذه الخريطة تظهر المارينا والمنطقة المحيطة بالسان جورج، وقد شاهدنا خرائط مشابهة لها. السيد من ننتقل إلى الصفحة الثالثة. هذه صورة أوضح للمارينا، ويظهر فيها سلالم موضوعة للمساعدة على الصعود إلى القوارب. السيد ويلسون، نعم هذا صحيح. السيد من، وقد أخبرتنا عن عمليات التفتيش التي جرت في المارينا. الصفحة التالية، أعتقد أنها صورة من الصور التي التقطت تحت البحر، تحت سطح المياه، وتظهر عدد من الحطام والركام في موقعه غرب موقع الانفجار. السيد ويلسون، نعم هذه الصورة كانت من الزيارات الأولية التي قمنا بها، وهي تظهر الحطام الموجود تحت المياه. السيد من، لا شك من أن هذه الصورة شكلت جزءا من عمليات التقييم الأولية التي قمتم بها أنت وزملائك لكي تتخذوا قرار حول عمليات التفتيش. Is there anything in this particular photograph, Mr. القادري، هل هناك أي شيء خاص بهذه الصورة سيد ويلسون، أم أنها فقط تمثل عملية بحث الغطاسين في قاع البحر؟ الشاهد، أخذت هذه الصورة لتضاف إلى تقرير الأولي في حزيران يونيو، وتظهر ممثلي الأمم المتحدة موجودين هناك، وتظهر أيضا الحطام في قاع البحر، وأن ذلك وتظهر كذلك بأن عملية البحث سوف تكون مثمرة بالنسبة لهم. لم يتم ضبط الأغراض وتركت في موقعها. السيد من، أظن أن هذه هي الصورة الأخيرة، أو يمكننا أن أتأكد من ذلك. مرة أخرى أنا مخطئ، نحن سوف نرى صورة أخرى لقطع في قاع البحر. هل هي من التقييم الأولي في حزيران يونيو؟ الجواب نعم صحيح. القادري، سيد ويلسون، هل تمكنتم من التعرف على هذه القطعة وقتها؟ جواب كلا حضرة القاضي، لم تتم معاينة القطع هناك، فقط أردنا أن نعرف إن كان هناك قطع معدنية في مياه البحر مما يبرر عملية بحث إضافية. السيد من، إذن هذه الوثيقة ببرنامج باوربوينت هي مرتبطة بالتقرير الأول بدلا من التقرير الثاني. شكرا، سوف نزيل هذه الصور. والآن سيد ويلسون، مرة أخرى أعتذر أني قد ذكرت هذا الموضوع من خلالك بدلا من طرح السؤال عليك مباشرة. هل تعرف إن كان هناك أي قطعة أخرى تم جمعها من قبل زميلك السيد جيلات وتسجيلها؟ جواب نعم. السؤال، ولأسباب قد تظهر في الوقت المناسب، يبدو أنه تم تسجيلها من قبل الفريق الهولندي بدلا من ضمها إلى هذا التقرير. الجواب صحيح. السيد من، حضرة القاضي، إذن سوف نعود إلى التقرير الهولندي في الوقت المناسب، وسوف يعود اسم السيد جيلات إلى الواجهة مرة أخرى باعتباره الشخص نفسه والغطاس نفسه. وبعد عملية البحث التي أخبرتنا عنها سيد ويلسون، فهمنا منك أنه تم إعداد التقرير. وفيما يتعلق بالمساعدة التي قدمت لكم والتعاون مع الفرق اللبنانية، هل كانت علاقة العمل فيما بينكم إيجابية؟ الجواب نعم، كانت جيدة جدا. وفي الواقع
في خلال عملية البحث تم تبادل المهارات ما بين الفرق من الجهتين، خصوصا وأن هذا الفريق اللبناني كان لديه خصائص وميزات ضمن مجال عملهم لم يكن يتمتع بها ضباطنا وقتها ولم يتطرق إليها من قبل، فكانت عملية مشتركة. السيد من، شكرا جزيلا، هذا كل شيء، أطلب منك أن تنتظر في حال كان هناك أسئلة إضافية. السيد إدواردز، مرحبا بك سيد ويلسون، أنا أدعى إيان إدواردز وأنا أمثل مصالح السيد مصطفى بدر الدين، ولدي بعض الأسئلة وأطرحها عليك. أي يمكننا أن ننظر إلى الصفحة السابعة من تقريرك النهائي من فضلك؟ القادري، سيد إدواردز سوف تعطي رقم البينة لمحضر الجلسة، هل هذا صحيح؟ السيد إدواردز، أعتذر حضرة القاضي، لم أسمعك جيدا في السماعات فلم أكن أرتديها. القاضي ري، أيمكنك أن تعطينا رقم البينة لمحضر الجلسة؟ رقم البينة يقول سيد إدواردز P164. You have page 7, sir. I do, yes. Yes, thank you. السيد إدواردز، هل لديك الصفحة أمامك؟ الشاهد، نعم، يوجد جدول على هذه الصفحة يصف قطع معروفة ب B3C1D1، هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح. ويتم التركيز هنا على قطع معدنية وجدت في المنطقة C1 وهي تحمل رقم البينة S00370. الشاهد نعم صحيح. سؤال، ولا يبدو لنا بأن الرمز يبدأ بSV لأنكم عندما نظرتم إليها لم تظنوا أنها جزء أو قطعة من سيارة. الجواب نعم هذا صحيح. سؤال، وفي تقريرك أظن أنه من الصحيح أنه يصح لنا أن نقول أنه ليس هناك مرجع بينة تحمل الرقم SV00370. الجواب نعم صحيح. سؤال، حسنا شكرا، والآن ننتقل إلى الصفحة الثامنة من التقرير، وأطلب منك أن تركز على الجدول الثاني من فضلك. ونتحدث هنا عن أجزاء معروفة وجدت في المنطقة F1. أجواب نعم. سؤال، هذه القطع موصوف على أنها قطع معدنية فقط. جواب نعم صحيح. إذن هي قطع معدنية يقول سيد إدواردز بدلا من اعتبارها قطع سيارات كما سبق الوصف في التقرير، هذا صحيح؟ الجواب نعم، هذا ما أراه أمامي. إذن هذا ما كان عليه الوضع وقتها. سؤال، ولكن كل مراجع البينات تبدأ بالأحرف SV. الجواب نعم صحيح. سؤال، أيمكنك أن تقول لنا الآن بعد النظر إلى تقريرك إن كانت هذه القطع المعدنية الأربعة هي في الواقع قطع معدنية من سيارات أم أنها من المرجح أن تكون قد أعطيت مرجع البينة بدءا بSV بينما في الواقع كان يجب أن تعطى رمز S البينة؟ الجواب لا يمكن أن أجيب حاليا بالضبط، كل ما يمكنه قولها أنها تبدأ بSV فعلى أرجح أنها كانت قطع من سيارات واعتمدت في الجدول على أنها قطع معدنية. جواب حسنا.